وايد نسمع عن فيتامين سي انه هو حكي فاضي ما يسوي شيء ويؤذي الكلتين، ليش؟ لانه فيه اكسالات وايد تعب الجسم، صح كلامهم ولا لا؟ شويه صح. شلون يعني شويه صح؟ خل اقول لكم اشياء يمكن هم ما يعرفونها. شوف، فيتامين سي عباره عن عائله. يعني شنو فيتامين سي؟ يعني مركب من مركبات فيتامين سي اسمه سكوربيك اسيد، وفي الباقي المركبات مثلا من التوت، من الاناناس، من الفلفل، كلهم يمثلون شنو؟ فيتامين سي. واحد فيهم اسمه سكوربيك اسيد اللي قاعد ينباع بالصيدليات والناس تاخذه واللي يتحجون عنه انه يسبب مشاكل ومضر. سكوربيك اسيد الناس اكثرهم شنو؟ بس تاخذ سكوربيك اسيد. انزين، والباقي ما تدري عنه. فافضل شيء شنو تاخذ؟ تاخذ فيتامين سي كومبلكس. يعني شنو كومبلكس؟ يعني في سكوربيك اسيد، في من التوت، في من البيري، وافضل طبعا فيتامين سي كامو. كامو عرفتوا ليش يقولون عنه مو زين؟ لانه يستخدمون واحد فيهم سكوربيك اسيد، هو اللي صدق يؤذي الكلتين، يسوي اوكسالات. ولكن اخذ فيتامين سي كومبلكس، لا تاخذ بس سكوربيك.